الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استبعدت النائبة زهرة البجاري إقرار سلم رواتب الجديد في هذه السنة، متوقعة أن يرحل إلى السنة المقبلة. وقالت البجاري إن اللجنة الحكومية إلى الآن لم تكمل التفاصيل النهائية بشأن سلم الرواتب، وكان آخر اللقاءات مع اللجنة القانونية النيابية وتم التباحث بشأن الملف وآليات تعديله. وبينت أن الأمر يحتاج إلى تصويت مجلس الوزراء بغية إرساله للبرلمان، ورغم أنه دفع باتجاه سرعة إرسال السلم، لكن المعطيات تؤشر عدم تمريره بهذه السنة. وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني قد قال إن تعديل سلم الرواتب يمر حاليا بمرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة. انخفضت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسة ببغداد وأربيل. وقال مصدر مالي إن البورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 150,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، مضيفا أن أسعار البيع والشراء ارتفعت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151,250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149,250 دينارا لكل 100 دولار. أما في أربيل فإن أسعار البورصة ارتفعت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 150,250 دينارا لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 149,250 دينارا لكل 100 دولار. أكدت شركة توتال إنرجيز التوصل لاتفاق مع العراق بخصوص مشروعها البالغ قيمته 27 مليار دولار. وذكر بيان حكومي أن مجلس الوزراء وافق على خفض حصته في مشروع تطوير مصادر الغاز والنفط والطاقة المتجددة في المنطقة الجنوبية من 40% إلى 30%، أملا بحسم المشروع الذي تأجل طويلا. وأوضح أن شركة نفط البصرة المملوكة لوزارة النفط هي التي ستدير حصة الحكومة بدلا من شركة النفط الوطنية التي ألغت خطوات تأسيسها أخيرا، وذلك بقرار من المحكمة الاتحادية. ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير في صفوف سكان قطاع غزة المحاصر دون وجود أفق بانتهاء هذا الحصار أو انخفاض مؤشرات الاقتصادية الكارثية التي أسفرت عنه. وأوضح الاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة أن أكثر من نصف سكان القطاع بلا مصدر دخل يومي، نتيجة لنسبة البطالة التي تجاوزت 50% من سكان القطاع، وهو ما يعني أن قرابة 1,000,000 نسمة لا يوجد أي دخل ثابت لهم يسمح بتوفير الاحتياجات الأساسية. كما أوضح أن معدلات الفقر في غزة بلغت نحو 64%، بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 70%، كما بلغت معدلات البطالة في صفوف الشباب لأكثر من 60%، وفي صفوف الإناث لقرابة 80%. ارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وكذلك خفض الإنتاج الذي حدده تحالف أوبك بلس. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.50% ليصل إلى 85.39 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% أيضا ليصل إلى 81.11 دولارا للبرميل. وجاء ارتفاع الأسعار في الوقت الذي أظهر فيه تقرير صناعي انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4,300,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 31 من شهر آذار الماضي. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.